منا كيلو من بشار الدجاج، من نبيل، من العقتين كبار، من صلصه حاره، كاتشب، صويا صوص قليل الملوحه، سكر، زيت السمسم، ثوم مفروم وزنجبيل. بدنا ربع كوب من الماء او مرق الدجاج مع ملعقتين من النشا، كوب فلفل ملون مقطع وبصله مقطعه. هي عباره عن صدر دجاج صافي ومعمول على شكل بوشار. هو بوشار للاطفال يعني بيحبوا هاي الشغلات بالضبط. احنا اليوم حنسوي وجبه راقيه جدا، وجبه رئيسيه. هي الفكره انه كان الاطفال وللسهرات، لكن اليوم بدنا نسويه طبق، احنا طبق اسيوي. تمام. فعلى طول كيف فينا نطبخه؟ في عندكم ثلاث طرق: مقلاه هوائيه 180 ربع ساعه، حلو، او فرن 180 ثلث ساعه، او قلي غزير 180 اربع دقائق. تمام. وانتم اختاروا الافضل لكم. يلا هاي عندي هون انا بالفرن شويته. هذا شو في عبد الله؟ الكميه عبد الله، طلع الكميه يا عبد الله، تفضل. شوف الكميه عبد الله اللي مسوي لك اياها، لا تخاف يا عبد الله. نعم نعم يا عبد الله، نعم. طيب، اذا بعد ما شوينا بوب كورن دجاج بالفرن صار جاهز، وعلى طول رايح انزل زيت السمسم. زيت السمسم، وعلى طول ثوم زنجبيل، والثوم زنجبيل وثوم. هذا اول مطورين يا جماعه من الروائح. انا ما بقدر اتحملها بصراحه، شموا الروائح حبايبنا. انا مش صايم وانا مفطر بتحملهاش والله العظيم. اقول ننزف البصلات. الله يسامحك. يا الله يا الله، طبعا قاعد بهوي لي عليك. انا وراي عيل كبير معلم، لا تفكر يعني. قاعد بهوي لي، قاعد بهوي. اسمع، زيت السمسم لما يحط على النار مع الزنجبيل يا حكايه، قصه. لا لا، قصه عالميه. طيب، عبين ما يطبخ شوي البصل مع الزنجبيل والثوم وزيت السمسم، لا بدي اعمل صوص مشان اضيفه وين؟ على الهون. ايوه، على البدايع اللي اسمع، ناولني شو اسمه. مني شو اسمه؟ ناولني وما حد فاهم شو اسمه. وين الخاير؟ عم نطبخ اليوم في طناجر من عابدين هوم سنتر. طبعا كل شكر لهم على كل المعدات اللي جابوا لنا اياها. هاي الطناجر جديده لانك، امبارح اجتني نوحها اليت برو. هاي الطناجر خصيصا لعابدين هوم سنتر. مقاسات كثيره، مقالي، صواني، وطبعا سماكي نص سنتي، خمس طبقات من الجرانيت، طناجر فخمه جدا. هي يعني على فكرة مش ثقيلة ثقل مؤذي يعني. لا بس ثقيلة يعني. لا لطيف. أنا أعشق لطيف. الطنجرة مش ثقيلة. ثقيلة بس هاي لا ثقلها عادي يعني، مش إنه يعني سهل التعامل معها. مننزل مجموعة الفليفلة. الله عليك. وهون أضفنا الهوت صوص، أضفنا الكاتشب. حرك لك هون أنا. يا ريت يا حبيبنا. نعم يا حبيبي. أنا اليوم استعملت هون يا بطاها صويا صوص قليل الملح. في أنواع. طيب. في الحلو والمالح وقليل الملوحة. أنا اليوم استخدم قليل الملوحة. إذا هوت صوص، كاتشب، صويا صوص، والمزيد من زيت السمسم. هون زيت السمسم استعملته للطبخ، هون استعملته كتابل. أوكي. في أوكي. يعني شغلتين. وهون رحين نضيف قليل من مرق الدجاج البارد. هيو، واحد، اثنين، وهي كمان من شانك. والآن راح أضيف كمية النشا وكله يتحرك. أضفنا الصلصة اللي عملناها. عديتها أنت؟ عديتها. حلو. أضفنا الصلصة الآن. الصلصة راح تكثف شوي لأنه حطيت فيها ملعقتين من النشا. تمام. وآخر شيء راح أضيف البوب كورن من نبيل، غلوة واحدة تقدم مع الباستا أو النودلز أو الأرز. تمام. طبق خفيف سريع بياخدش منكم وقت، وهو كمان طبعا من الأطباق اللي ممكن تكون كثير سهلة لست البيت، بتسووها قبل نص ساعة من الإفطار وبطلع عندكم الأمور طيبة جدا. الآن صارت تغلي عندي وصارت كثيفة، الكثافة اللي بدي إياها طلعوا تتغمس مع الرز. وأنا اليوم عامل رز مبخر ابو كيس اخضر من ارز محمود المميز والرائع. تمام. الان
بنضيف البوب كورن وبعديها بنقدمها وان شاء الله. حرك حرك. انت مقدمها مع الرز الرز المدخن. طبعا يا عيني هذا هو طبقنا الاسيوي يا عيني لعشاق الاكل الاسيوي.